بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 11 من الكتاب الثامن، كتاب الجمعة. باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة. عند الشافعية خطبة الجمعة لابد أن تكون خطبتان، ولا بد أن تكون من قيام مع القدرة، فإن خطب جالسا مع القدرة على القيام بطلت الخطبة، وصحت عند المالكية مع الكراهة، وأظن تصح أيضا عند الأحناف على قول عندهم من قعود. لكن عند الشافعية لو قادر على القيام وقعد بطلت الخطبة، وعليه يصلي ظهر. واضح؟ يبقى القيام ده ركن من أركان الخطبة، ولا بد أن تكون خطبتان. الركن الثاني في صحة خطبة الجمعة أن تكون خطبتان، والركن الثالث القعود بينهما، إنه يقعد بين الخطبتين زي ما بنشوف كده كل الناس بتعمل كده. الحمد لله يعني المسلمين ماشيين على خير. يبقى لازم يقعد بين الخطبتين، ولازم يقوم أثناء الخطبة، ولازم يبتدي بلفظ الحمد لله. ما ينفعش أي لفظ تاني يحل محل، يعني ما فيش يقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله ويبتدي يخطب كده، خطبة باطلة. لازم يقول الحمد لله، أي لفظ فيه الحمد لله، خدت بالك؟ فلازم يحمد الله، وبعدين يقول الشهادتين. ويشترط إنه يقرأ ولو آية واحدة في الخطبتين، آية واحدة بس، أي آية قرآنية يقرأ ولو في الخطبتين حتى تصح الخطبة، وأن تشتمل الخطبة الأخيرة على الدعاء للمسلمين جميعا. فما ينفعش يجي في الدعاء الأخير يدعي لنفسه وللمجموعة اللي قاعدة قدامه بس، لازم يعمم الدعاء للمسلمين جميعا. كل دي شروط في الخطبة عند الشافعي ناخد باله منه الإنسان الشافعي. والحمد لله كل المسلمين على جميع مذاهبهم بيخطبوا على مذهب الشافعي، يعني كل الخطباء يبتدوا بالحمد لله، وكل الخطباء بيخطبوا ممكن من قيام، وكل الخطباء بيقعدوا بين الخطبتين، وكل الخطباء بيدعوا دعاء عام للمسلمين في آخره. فالحمد لله ان هي خطبة الجمعة صحيحة عند جميع المسلمين، وهذا من فضل الله عليه. هل يشترط ان تكون باللغة العربية ام لا يشترط؟ اشترطوا ان تكون الاركان باللغة العربية، اما تفاصيل الخطبة فيجوز بأي لغة. يعني يبتدي الخطبة يقول الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، وبعدين يقول يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، عشان يبقى جاب ايه، واخد بالك، وامر الناس بالتقوى، يبقى كده عمل الاركان. وبعد كده يروح قالب باللغه بقى ايه الغير عربيه، يوعظ الناس باي لغه بقى، وبعد كده يجلس ويقوم يقول المقدمه باللغه العربيه، وبعدين يقول بعد كده بقيه اللغه الخطبه باللغه بتاعته اللي هو يعرفها، وبعدين يدعو للمسلمين. لا يشترط في الدعاء بأن يكون باللغة العربية، قال كمان خدت بالك، لا يشترط في الدعاء أن يكون باللغة العربية. دي تفاصيل لابد كل فقيه يبقى فاهمها، عشان لما يتصدر لخطبة الجمعة يقوم إيه يعمل خطبة صحيحة. باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة. في بعض المذاهب الشاذة تقول لك لو خطب خطبة واحدة ونزل صلى انعقدت الجمعة، بس دي مذاهب شاذة ما بيعملش بيها المسلمين، مذاهب شاذة، لا يعني حتى مش عارفين من قائلها، يعني تلاقيها تذكر في كتب الفقه كده وتلاقيها على اساس ايه ما تجيش في بالك، كانه بيقولها لك كانه بيحذرك اوعى تعمل كده عشان ما تخالفش اجماع المسلمين. واضح؟ وطبعا يستحب ان تكون من على منبر يعني مرتفع، وانه يكون ظاهر، وانه يبقى صوته مرتفع يسمع الناس، كل الحاجات دي بقى مستحبات في تفاصيل الخطبه.
وعن أبي قال بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 31 بعد 2000، يقول: وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل الجحدري جميعا عن خالد، قال أبو كامل حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما. شوف الشافعية بقى جايبين منين؟ من خطبة النبي. قال لك يخطب قائما، ولم يرد ان النبي خطب قاعدا، يبقى القيام ضروري مع القدرة. واول من خطب قاعدا معاوية بن ابي سفيان. ليه؟ لانه كان رجل جراذم عظيم البطن، كان تخين كده وبطنه كبيرة قدامه، فكان اما يجي يقف يتعب، فكان ايه يجلس، خدت بالك؟ فهو اول من جلس في خطبة الجمعة، او جلس لعذر، خلاص تبقى برضه خطبته صحيح على مذهب الشافعي، لانه جلس لعذر، عذر الثقل والسمن وعدم القدرة على القيام، لا شيء في هذا. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم. يبقى الجلوس بين الخطبتين فاصل، ده ضروري جزء من الخطبة، يعني مش يقف كده ساكت وبعدين يقول خطبة تانية، لا ده يجلس، فهمت بقى؟ لازم يجلس. قال: كما يفعلون اليوم، يعني خطباء اليوم كده. وعن أبي قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سامرة رضي الله عنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وعلى شكل قالوا كده لابد أن الخطبة تحتوي على آية من القرآن، ولابد أن تحتوي على الأمر بالتقوى، يقول للناس: يا أيها الناس اتقوا الله. بس كفاية، حلوة أوي، يبقى الخطبة سطر واحد ماشي، واخد بالك؟ والحمد لله يعني مقدمة الخطبة فيها كل الكفاية، يعني أول مقدمة الخطبة وقعد وقام قال مقدمة الخطبة ودعا ونزل صلى، تمت الصلاة صحيح، محدش يقدر يقول له ايه في مشاكل. وعن ابي قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمه عن سماك قال انباني جابر بن سمره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نباك انه كان يخطب جالسا فقد كذبه، فقد والله صليت معه اكثر من 2000 صلاه. ما شاء الله، يا بخت، ده احنا لو صلينا خلف النبي في المنام، في المنام في الرؤية بس، نبقى يعني الدنيا ما تسعناش، فما بالك دول بقى صلوا خلف النبي في اليقظة، جيل لا يعوض، جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، نفعنا الله به. باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وعن أبي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان: حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. كان في كساد وقلة بضائع في المدينة فترة، والناس ما عندهمش حاجة في بيوتهم وعندهم عوز محتاجين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب الجمعة، فأثناء خطبة الجمعة سمعوا أن في بضاعة وبضائع جت إلى المدينة، فكله انفتل وانسلت كده عشان يلحق يجيب، لان عارف ان اهل المدينه كلهم هيتزاحموا عليها، فقال لما الحق انا اروح الاول خلي الناس مشغوله في الصلاه علشان الحق اجيب حاجات البيت بدل ما اقف طابور بقى واتاخر، فايه كله انسلت وايه ذهب الى البضائع، ولم يبقى الا 12 رجلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الايه: واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها. بعض العلماء قالوا يبدو ان كانت الخطبه في اول الامر بعد الصلاه العيد، وكانوا قد صلوا، في بعض العلماء قالوا كذا ليلتمس عذرا للصحابة، علشان ازاي الصحابة يعني هنسيب الصلاة يعني كمان، لكن هذا لم يثبت،
لم يثبت ان النبي كانت خطبة الجمعة قبل الصلاة ابدا، ما حصلش يعني بعد الصلاة كالعيد، طول عمر خطبة الجمعة قبل الصلاة. لكن دي حالة ضعف بشري، والصحابة بشر يضعفوا، واخد بالك؟ وقالوا يمكن العذر بتاعنا وان بيتنا محتاج وان احنا جعانين وبقالنا مدة ما عندناش بضائع والبيت محتاج، يمكن ده عذر يعني ايه، ربنا يغفر لنا، فتجرأوا وجلوا سلتوا نفسه، خدت بالك؟ ثم بعد ذلك ثبت 12 رجلا. فالامام مالك قال لك يبقى نصاب الجمعه 12 رجل. الامام مالك خد من الحديث ده ان الجمعه تنعقد ب 12 رجل مع الامام، اقل من كده ما ينفعش. وفي قول عنده 12 رجل بالامام، كويس، لكن القول الراجح هي 12 رجل مع الامام، يبقوا 13. ده راي المالكي، يعني اقل من 12. يعني لو وقفت تخطب في مسجد مثلا وانت راجل مالكي ولقيت قدامك اقل من 12 قاعدين، قيم الصلاه وانزل صلي ظهر، او اخطب بقى خطبه وعظ وصلي ظهر 4 ركعات، فهمت؟ تروح ناوي 4 ركعات. ليه؟ لان ما انعقدتش جمعه خلاص، لان العدد قليل. ده راي المالكيه. الشافعيه قالوا لا تنعقد الجمعه باقل من 40، وقالوا ان الحديث ده 12، واخد بالك؟ ده اتفاقا لا يحدد العدد، وانه يبدو ان النبي عندما بدا الصلاه كانوا قد ثابوا وعادوا. ده راي الشافعيه يعني، وحددوها ب40. وجاء الامام ابو حنيفه قال لك لا، الجمعه تنعقد بايه؟ باي جماعه؟ ان شاء الله ثلاثة والامام. الامام ابو حنيفه ستره الله وجزاه الله عنا خير، يعني حاجه جميله. الامام ابو حنيفه حللنا الاشكال، قال لو قدامك ثلاثة وانت خطيب خلاص عقدت الجمعة، ما تخافش، وتسقط بها الظهر كمان. يعني جزاه الله عنا خير الإمام أبو حنيفة، صحح صلاة كثير من الناس، خصوصا إن الآن ساعات في بعض المساجد في مصر الناس تتكاسل عن الحضور للخطبة، والخطيب يبتدي يقف يخطب يبقى قدامه إيه 3 4 5 10، وعلى ما ينتهي من الخطبة يبقى الجامع خلاص الناس بتصلي في الشارع. اهي دي خطبة صلاة جمعة ما تنفعش لا على المالكية ولا على الشافعية، لأن ما كانش قدامه 40. لو شافعي لازم قدامه 40 على الأقل، خدت بالك؟ والمالكي محتاج 12 على الأقل عشان يبتدي بيهم صلاة الجمعة. لكن أبو حنيفة قدامك ثلاثة خلاص مشي الحكاية، يعني أنت وخادم المسجد والمؤذن، واخد بالك؟ واحد تاني من الجيران كده جاي ماشي، صلاة الجمعة تمشي. فهمت بقى؟ فالحمد لله على ذلك، والحمد لله ان النبي لم يحدد لها عدد، ده اجتهاد صحابه، اجتهاد الفقهاء. فطالما اجتهاد الفقهاء يبقى ايه؟ مفيش الزام. خدت بالك؟ طالما النبي ما حددش، والجمعه جماعه واقل الجماعه ثلاثه. ادي كلام الامام ابو حنيفه، يقول لك الجمعه جماعه لا تصح الا جماعه. لدرجه ان ابو يوسف قال لك 2 والامام كمان. قال لك 2 والامام كفايه، حلوين قوي، تنعقد بيهم جمعه. ده ابو يوسف عند ابو حنيفه. ابو حنيفه قال ايه احتياطا؟ خليهم 3 مع الامام احتياطا عشان تصح بيهم جمعه. يبقى جزا الله عنا خير الامام ابو حنيفه النعمان واكرمه الله، يعني اجتهاده صحح صلاه جمعه لكل المسلمين باجتهاده، وهذا من فضل الله. وعن ابي قال وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن حسين بهذا الاسناد قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يقل قائما. اصل عايز يقول لك هنا ايه؟ انها كانت خطبه وعظ، خد بالك. بعض العلماء قالوا لا، ده كانت خطبه وعظ، كانت بعد الجمعه والنبي بيخطبها وهو قاعد على المنبر، فانصرفوا راحوا للتجاره. فاهم؟ كل دي تاويلات للحادثه. هل كان النبي يخطب بعد الصلاة كالعيد؟ بس هذا القول ضعيف. هل كان النبي يخطب خطبة وعظ بعد الصلاة قاعدا؟ وان هم انصرفوا منها؟ فهمت ازاي؟ ده احتمال، كل دي احتمالات. لكن الراجح هو الاحتمال الاول اللي قلته لك. وعن ابي قال وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي قال حدثنا خالد يعني الطحان عن حسين عن سالم وابي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه فقدمت سويقه
سويقة تصغير سوق، تصغير سوق. فقدمت سويقة، والتاء هنا مش للتأنيث، التاء هنا للإفراد، تاء للتفريد للإفراد يعني. ليه؟ لأن الإبل بتساق، بتساق الإبل إلى مكان، فسميت سويقة عشان بتساق إليها الإبل. والسوق سوق، سمي سوق لأن الناس تقف على سيقانها فيه، تروح تلاقي كل الناس واقفة بتبيع وتشتري على السيقان، فسمي سوق لهذا. واخد بالك؟ يبقى كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقدمت سويقة، قال فخرج الناس إليها فلم يبقى إلا 12 رجلا أنا فيهم. قال فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وعن أبي قال وحدثنا إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا حسين عن أبي سفيان وسالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة إذ قدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر. قال ونزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، لأن لما بدأ معاوية بن أبي سفيان يخطب قاعد وكان هو بقى خليفة المسلمين، ابتدى كل ولاة المسلمين في كل البقاع عرفوا فهو يخطبوا قاعدين زي ما هو بيقاعد، فهم؟ فبدأ بقى الناس العلماء لما يدخلوا لقى الخطيب قاعد يزعل، فلما دخل هنا برضو ايه كعب بن عجرة دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب، ده راجل أموي وبيخطب ايه قاعدا متسننا بسنة معاوية بن أبي سفيان. طب معاوية معذور، راجل تخين وركب وجعاه، قاعد انت مالك، انت لا تخين ولا ركبك وجعك ليه تقعد؟ فهمت؟ ما عندوش عذر، فلا بيخطب قاعد. فقال انظروا الى هذا الخبيث يخطب قاعدا. وقال الله تعالى واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا لها وتركوك قائمة. شوف استدل على القيام من الآية، استدل على القيام ايه من الآية وتركوك قائمة، يبقى القيام مع القدرة في خطبة الجمعة ايه ركن من اركانها. فلو خطب قاعدة مع القدرة على القيام لا تنعقد خطبته علي ان يصلي ظهر. واضح؟ باب التغليظ في ترك الجمعة. وعن ابي قال وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابو توبة قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم حدثاه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم، عن ودعهم يعني تركهم، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أي تركهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وده زجر ما بعده زجر لترك الجمعة، لأنه ترك الجمعة شؤم كبير قد يؤدي إلى أن قلبه ينغلق عن الطاعة، فإذا انغلق عن الطاعة صار من الغافلين. فنسأل الله السلامة. باب تخفيف الصلاة والخطبة. وعن أبي قال حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا يعني وسطا، وخطبته قصدا يعني لا إطالة ولا تقصير، أي معنى القصد، القصد يعني الوسط. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر
قال حدثنا زكريا وقال حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي رواية أبي بكر زكريا عن سماك يعني الرواية اللي فاتت زكريا بيقول حدثني سماك، لكن الرواية الثانية يقول بها عن سماك، لم يصرح بلفظ التحديث يعني. وعنه بي قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. يعني النبي كان لما يخطب وينذر الناس كان يرفع صوته حتى يستمع الناس وينتبه، وكان صلى الله عليه وسلم ينفعل مع الخطبة. ويقول وعلى صوته واشتد غضبه، غضبه على العصاة يعني، حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يعني صبحكم هذا الجيش ومساكم. ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، أنا والساعة تنفع بالضم وتنفع بالنصب، أما تبقى منصوب تبقى مفعول معه، ولما تبقى مرفوعة هتبقى كأنها معطوفة والساعة معي تبقى كأنها مبتدأ يعني، والعطف عطف جملة. بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرون بين إصبعيه السبابة والوسطى، يعني كأن ما فيش فارق بينه وبين الساعة بنبي آخر، فلا فارق يعني هو ويليها الساعة ما فيش نبي تاني، أو أن المدة كالمسافة التي بين الإصبع الوسطى والسبابة، يعني مدة الزمان الباقية بعد ظهور النبي للدنيا أقل كثيرا من مدتها السابقة، فهم؟ يعني كالفارق بين الأصبع الوسطى في الطول والأصبع السبابة، يعني تحتمل هذا وتحتمل هذا. يقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعي السبابة والوسطى. ويقول أما بعد، أما بعد دي فصل الخطاب، وبرضه يسن في خطبة الجمعة بعد المقدمة تقول أما بعد، ما تقولش فأما بعد، في ناس يقولوا فأما بعد يحط الفه، جابها منين دي؟ ملاش ده ملاش لازم، يقول أما بعد غير إيه؟ غير فأما بعد، لم ترد في أي حديث النبي قال فأما بعد، كله أما بعد، كويس؟ لكن بنسمع كتير خطباء يقول لك فأما بعد، يبقى ده إيه؟ ما عندوش دقة يعني، وخطبته صحيحة بس ما عندوش دقة، لأن فصل الخطاب هي أما بعد، ما فيش فأما بعد. ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد. شوف بقى رواية مسلم هدى، رواية صحيح مسلم هدى، رواية كتب السنن هدي اللي هي المشهورة اللي احنا بنسمعها، لكن رواية صحيح مسلم فإيه؟ وخير الهدي هدى محمد، وهدى بمعنى الإرشاد، والهدي بمعنى السيرة والسنة والطريقة. وخير الهدي هدى محمد يعني إرشاد محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، يبقى المحدثة هو كل أمر استحدث خالف الشرع أو مقاصد الدين، هي دي المحدثة اللي هي التي ينبه النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر منها. وكل بدعة ضلالة هذا لفظ عام مخصوص، لفظ عام مخصوص عند جميع الفقهاء، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبدليل قول النبي من سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. بمجموع هذه الحديث دل على أن كل بدعة ضلالة هو أمر عام مخصوص بالمخالف للشرع،
يبقى كل بدعة مخالفة للشرع ضلال. واضح؟ ولا يتحجج بعض الناس بأن كل من ألفاظ العموم فتشمل كل محدث مطلقا بغض النظر عن أنه هو مخالف للشرع أو للمخالف للشرع، ويتحجج بأن لفظ كل من ألفاظ العموم. نقول له لا، كل من ألفاظ العموم إلا أنها تخصص بدليل القرآن، تدمر كل شيء بأمر ربه، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ولم تدمر إلا قرى قوم عاد الأحقاف، ما دمرتش الأكوان كلها ولا السماوات ولا الأرض ولا الكرة الأرضية. وبيقول تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، يعني ما دمرتش حتى مساكنه. يبقى كله هنا من ألفاظ العموم إلا أنها قابلة للتخصيص بدليل قول النبي من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فسمى الأمر المحدث حسن إذا وافق الشرع. واضح؟ وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، لأن النبي ربنا بيقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. يعني ضياع يعني أولاد تضيع، يعني ضياع هنا بمعنى أولاد ضائعة، يعني لا تجد من يعولهم. من ترك دينا أو ضياعا يعني أولاد ضائعة لا تجد من يعولهم، فإلي وعلي، فعلى النبي دينه وإليه هؤلاء الأولاد يربيهم وينفق عليهم صلى الله عليه وسلم. وهل هذا الأمر خاص بالنبي أم أنه أيضا واجب على كل ولي من ولاة الأمور للمسلمين؟ يستحب لولاة الأمور المسلمين أن تقوم بهذا لو كان في فائض، ولا يجب عليهم إن لم يكن هناك فائض، ولكن يجب على النبي صلى الله عليه وسلم لكمال شفقته على أمته صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصوصياته في الأحكام، يجب عليه شيء ولا يجب على غيره صلى الله عليه وسلم. في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءت الجنازة يسأل هل عليه دين، فإن كان عليه دين يسأل هل ترك وفاء، فإن ترك وفاء للدين صلى عليه، وإن لم يترك وفاء يترك الصلاة عليه ويقول صلوا عليه ويترك الصلاة عليه، حتى لا يجعل الناس تستهين بالاستدانة وعدم أداء الديون. ثم لما فتح على النبي صلى الله عليه وسلم وجاءته الغنائم وجاءته الفيوق من كل مكان وكثر المال عنده، قال هذا الحديث، وكان يصلي على الجنازة دون أن يسأل، فإن كان عليه دين ولا يجد وفاء النبي أديه خلاص عنه. يبقى مرت المسألة بمرحلتين. وعن أبي قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه. عشان كده الشافعي قال لك لابد أن تشمل على الحمد لله بلفظ الحمد، ولا يصح أي لفظ غير الحمد عند الشافعية كده، ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته، ثم ساق الحديث بمثله. وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله، ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى قال ابن المثنى حدثني عبد الأعلى وهو أبو همام قال حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة قبيلة مشهورة، وكان يرقي من هذه الريح، يعني يرقي
من مسه جن يعني. فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي، لأنه كان مشهور بأنه يرقي من الجنون. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك يعني تحب إن أنا أرقيك يعني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. ما ينفعش يبقى مجنون يقول كلام مرتب كده، وما ينفعش كمان لما يجي يعيده كمان زي ما هو يتلخبط. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر، يعني أقصى قاع البحر، بحر البلاغة، بحر المعاني، بحر الحكمة، كأنه يعني بلغ يعني منتهى بحار الحكمة والعقل والبلاغة في هذه الكلمة ناعوس. ودي اللفظ ايه في صحيح مسلم، في روايات تانية ناقوس. ولقد بلغنا ناعوس البحر. قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه. راجل بيفهم، يبقى اي واحد بيفهم لما يقابل النبي يعرف انه نبي على طول. ضماد ده راجل بيفهم، راجل عنده حكمة، وراجل جاي من اهل اليمن، وكان راجل مشهور ان هو بيرقي الناس وبيعالجهم، فراجل عنده حكمة. فلما سمع كلام النبي عرف ان ده مش كلام بشر عادي، ده نبي. فقال هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك؟ قال وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبت من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة. فقال ردوها، فإن هؤلاء قوم ضماد، لأنهم كان النبي مأمنهم بضماد. وعن أبي قال حدثني سريج بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست يعني أطلت قليلا، يعني خطب لهم خطبة فهدوب الكلمتين ونزل صلى، يقولون يعني لو كنت تنفست يعني أطلت قليلا. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، علامة، مئنة يعني علامة، علامة على فقه، مئنة من فقه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. ده كلام النبي برضو، وإن من البيان إيه؟ سحرا. فهل هذا على سبيل الذم ولا على سبيل المدح؟ حمله الإمام مالك على سبيل الذم، لأن السحر يدور بين الكراهة والحرمة على مذهبه، وإن كان من الكبائر عند الشافعي قولا واحد. فإذا شبهه بشيء مذموم يبقى ده ذم، وعشان كده الإمام مالك يكره المبالغة في الألفاظ التي تكون تميل إليها القلوب وتكون فارغة من المعاني. والإمام الشافعي حمله على المدح، حمل المعنى إن من البيان لسحرا أي يميل إليه القلوب والآذان، فعلى المسلم في عظته أن يستعين بالبلاغة والبيان حتى يستميل قلوب الناس إلى المعاني الطيبة. واضح؟
وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن علي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. قال تنفع غوى وغوي، لكن رواية مسلم بفتح الواو غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله. قال ابن نمير فقد غوى فقد غوي. قال ابن نمير فقد غوي بكسر الواو. ليه بقى النبي قال له بئس الخطيب أنت؟ لأن جمع النبي والله في ضمير واحد، قال ومن يعصيهما، فكان عاوز ومن يعصي الله ورسوله حتى لا يشتبه فيها التسوية، مراعاة لمقام الربوبية والألوهية ومقام النبوة والرسالة، في حين أن النبي جمعهما في ضمير واحد في أحاديث. الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث يقول إيه؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ما هو قايل كده في حديث. يبقى النبي جمعهم، وهنا قال لك إذا كان على سبيل العظة لا بأس، أما إذا كان على سبيل الخطبة فالخطبة لابد أن تكون فيها بيان وعدم إيجاز حتى لا يلتبس الأمر، أما إذا كان على سبيل بيان حكم فالحكم يوجز فيه حتى يتم ضبطه. فإذا كان يريد أن يبين الأحكام عليه أن يقلل العبارات حتى يتم ضبط العبارة، أما إن كانت خطبة فالخطبة للبيان والتفهيم، فإذا كانت للبيان والتفهيم فكان الأولى له، عشان كده قال له بئس الخطيب أنت، فالخطيب لابد أن يفهم الناس ولا يوجز في العبارة، إيجاز يؤدي إلى الإيهام. أما عند تقرير الأحكام فإيجاز العبارة مفيد حتى يتم حفظ الحكم بسهولة للناس، والله تعالى أعلى وأعلم. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. يبقى بيقرأ آيات من القرآن، فهو على شكل يستحب قراءة بعض الآيات أثناء الخطبة، يستحب قراءة بعض الآيات أثناء الخطبة. وعن أبي قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. يعني كان أحيانا يخطب بسورة قاف، النبي يخطب إيه بسورة قاف كاملة. وأنا مرة جربتها، خطبت الناس بسورة قاف كاملة كده، ودعيت قلت المقدمة وسورة قاف، وقعدت وقمت قلت المقدمة ودعيت ونزلنا وصلينا الجمعة. فيعني يجوز هذا، افرض انت مش محضر موضوع في ذهنك مثلا، ما عندكش موضوع في ذهنك واختلطت عليك الامور، ما يجراش حاجه، قول سوره قاف حلو، ما يجراش حاجه، اقرا الفاتحه حتى. لكن النبي قرأ قاف على المنبر في خطبه الجمعه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعه. وعن أبي قال وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمثل حديث سليمان بن بلال. وعن أبي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بن النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا، يعني الفرن اللي بيخبزوا فيها، تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. وعن أبي قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله
ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الأنصاري عن يحيى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة سنتين أو سنة وبعض سنة وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. ونقف عند هذا الحد نكمل غدا إن شاء الله. هو فاضل لنا طب بابين حديثين نخلص الباب يلا. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عمارة ابن رؤيبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيدي هكذا وأشار بإصبعه المسبحة. يعني لما كان يجي يخطب كان يرفع يديه الاثنين كده ويعمل كده يحوش. وكان بقى من بني أمية وكانوا زعلانين من بني أمية لأنه كانوا بيسبوا سيدنا علي، فلما شافوا بيعمل كده قال إيه قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله كان يشير بالمسبحة كده وخلاص هو بيخطب يرفع كده يشوح كده يعني بيخوف الناس يعني. وأشار بإصبعه المسبحة. وعن أبي قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان عن حسين بن عبد الرحمن قال رأيت بشر بن مروان يوم جمعة يرفع يديه فقال عمارة بن رؤيبة فذكر نحوه. ونقف عند هذا الحد نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر أمورنا يستر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آملنا وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.